السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، اموركم هانيه ان شاء الله. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا معكم الفيديو بعدا بغيت نشكركم على الفيديو ديال البارح. شكرا لكم بزاف بزاف، والهلاي خطيكم كل شيء من دوقكم، عويناتكم اللي زوينين. بالنسبه للفيديو ديال النهار غادي تشوفوا بانه مختلف. المهم بديت لكم بصور بعض الحلويات. هذا النهار غادي نشوف اولا غادي نمشي عند حلويه كبيره في اونفيرس، معروفه كتصايب الحلوة في دارها، الأعراس، المناسبات كاملين، يعني عيد ميلاد، سبوع، خطبة، كل مناسبة كتصايب لها الحلوة الخاصة بها وشي حاجة اللي زوينة. وفي هذا الفيديو غادي تصايب معنا المكرون المغربي، غادي تقول لكم الأسرار ديالو، غتشوفوا بالتفاصيل، بقاو معايا. هاي هذيك المغازة اللي وريتها لكم في واحد الفيديو ملي جيت لبلجيكا هذيك المرة، هنايا اللي فيها الماء عثمان هوم كوليكسيون. كاين زوج، كاين هذه في تورن هاوت سيبان وكاين الاخرى فين؟ لا كاينه في تورانو تسيبان، وهادي بريد روسترا. هاد زنقه هادي الهنود، هنود والشناوه، كاين حتى شناوه، شناوه شناوه. شوفوا دايرين هذاك بحال الطومبل ديالهم، هيها زوين كيبان من البعيد زوين. شفتوا هنا بلجيكا زوينه كتمشي في الطرق ديال الطرام، هذه تمشي في فرنسا حتى بروسي. شفتوا هذه الزنقه كلها فيها لي ماغازان ولي ريستورون ديال الشناوه. خرجت انا وريت لكم غير شويه في الطريق، صورت لكم ولكن ما هدرتش. كانوا المغازات ديال التواكا، كانوا الحوانت بزاف عندهم هنايا. غادي دابا عند واحد السيده كتصايب الحلوه زوينه بزاف، وكنت خديت من عندها ديك المره باش جيت، وهاد المره عاوتاك غادي ناخذ من عندها. صراحه كتصايب داكشي زوين زوين. المهم غادي نوري لكم البنات اللي هنايا في اونفيرس الا بغاو يكومونديو عندها، ولا اللي بروكسل، ولا اللي هنا في النواحي اللي بغات كوموندي عليها الحلوه، كدير زلابيه، حنا كنقولوا شبكيه ولا زلابيه. المهم نوري لكم نتوما عاوتاك صحاب صحاب بلجيكا نتوما، الى عجباتكم طبيعه الحال الحلوه ديالها زوينه. انا نقول لكم هاني شوفوا منين من فرنسا كاين بزاف اللي كيصايبوا الحلوه، ونقدر حتى انا نصايبها، ولكن هي كتصايب داكشي زوين بزاف. غادي نوري لكم ونخلي لكم انا كاع الرقم ديالها في هذا لتحت الفيديو، ويمكن تقولوا لكم كاع هكا بفمها، ما عرفتش واش غادي تقدر تبان معايا ولا لا. المهم غادي نشوف معها، الا بانت غادي تقول لكم فمها في رقم التليفون، وما كانتش غادي تبان انا غادي نخليه لكم في تحت من الفيديو هكا اللي بغات تكوموندي عليها نتوما كتعرفوا. المهم انا نوري لكم، كتعرفوني دابا الهميزات اللي كنلقاهم. راه كنشارك معكم اكثر هي كتصايب داكشي رخيص. المهم حنا وصلنا عندها، غادي ندخلو ونقول لكم شنو كنهضر مع. قالت لي ماما وبريواس كبغيتي بريواس، قالت لي واه هو دابا راني هضرت مع التلميذ ديال العسل محبوبات الجماهير، كتجيهم بحال بحال الكاطو ديالي اللي كنهضروا عليها دابا. شنو فيها؟ فيها ما فيهاش التمر؟ لا لا جنجلان، هذه ديال التمر، وهذه هذيك اللي كتعمر كتكون معمره، وهذه ديال اللوز ملوزه ياك، والبريواس وهذيك الدجاج لا مدلوز، هذه كديرها خطيره. انا غادي ندوق ونقول لهم واش زوينه ولا لا. المذاق زوين، حتى المذاق زوين بزاف صراحه. انا جيت عند السيده اللي قلت لكم، المهم كيما قلت لكم تنخلي لكم النمره ديالها، وهي الا حافظها غادي تعطيها لكم فمها تسمعوها. غادي تصايب معكم مكرون مغربي دغيا دغيا كيوجد، حيت ديال الحلوه اللي دغيا تصايبها، كانت بغيت تصايب شي حاجه صعيبه ولكن انا ما عنديش الوقت وما بغيتش حتى هي نوقفها مسكينه. هذه شنو فيها قولي انت باش انا حيت ما عرفاش. هذه 250 غرام ديال اللوز محمر ولا مطحون؟ عادي برش عادي خضر. رابعة 250 غرام فوالا، في 125 غرام ديال السكر بلاصي، ايوا جوج معالق تاع كونفيتر تاع المشمش يعطي التعليكه، وبيض بيضه، ابيض بيضه، ابيض بيضه. وهذاك اللوز غير التزيين، هذا غير باش تصايب يعني، غير باش يعني المقادير. هذا شنو مزهر؟ مزهر غير باش ديري في يدك باش تغمسي يدك، يعني الا بغينا نقولوا الاساسيات هما هادو، ربعه ديال اللوز
مطحون ما مقلي ما والو عادي، 125 غرام سكر كلاصي، زوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال المشمش، وبيض بيضه. انا كما شفتوها هي ساهله دغيا بعد المقادير. هادي غير باش تغمس يديها باش غادي تكور، وهذا باش باش تزين. يمكن كاع اللي ما عندوش هذا يقدر يستغنى عليه، يمكن يديرها هي القوقاو داك البلدي الاحمر الرقيق. ساهله يعني دغيا دغيا اللي عندها المقادير تنوضيها دابا تصايبها. صافي خلطت دابا سكر كلاصي مع اللوز، ما فيهاش يعني الزيت، ما فيهاش زبده زوينه هذه. ها والو كتجي مع الكماكروني شحال هو بلدي. هيا زاد دابا كلهم غتخلطهم مره وحده. دابا لاله تبارك الله عليك، بعدا الحيوانه اللي دقتها ديال الزنجلان واللوز خطيره زوينه بزاف. الله يسلمك. تيكون جاي عندي شي ضيق ولا دغيا دغيا، راه باينه حيت دير المقادير ديالها ساهلين. وشي حاجه اللي زعما زوينه ونقيه يعني، واخا حتى الا كتجي زينه ما فيهاش بزاف سميتو. والخدمه الخدمه تبارك الله عليك، داكشي نقي مقاد يعني راه باينه التعليق. شعلت الفران يسخن على 180 بالمروحه ياك فرفاره كيما نقولوا حنايا. هيا غدوز دوز غير يديها في ما زهر وتكور عادي. والله الا ساهله هذه الصراحه، انا دائما كنسمع بها وعمرني ما صايبتها، ما جابتهاش الظروف. دابا غادي نبقى نصايب، غادي ندير لك الحرفه. الصحه لا ما كاينش، واخا شتي واخا كتصايبي بحال ماشي بحال كيما نقولوا هي مولفه كتصايب، كتكون عندها هذيك الحرفه، وحتى البنه في اليدين عطاك تختلف من حدا لحدا. هيا هنا صافي سالات كورات. المهم العباره على حسب، هي دارت هنا تقريبا قد المشمش الحجم ديال كل وحده باش تجيكم قاده. انا راه كدير اللوز، اللي ما عندهاش دير كاوكاو. غير بالنسبه للعجينه قلت لكم على حساب الحجم ديال بيض البيضه، الا كانت متلوقه الا شفتوا العجينه كتلصق تزيدوا البودره ديال اللوز. المهم غير باش تجيكم، المهم خصها تشوفها تكون تجمع يعني ما تكونش متلوقه ياك، خصها تكون مجموعه بزاف، خصها تكون شاده راسها ملي تتكوريها ما تبقاش تلصق في اليدين. صافي انتما سمعتوا يعني الا جاتكم، حيت ماشي مرات كنقولوا ابيض بيضه وكاين ما كيصدقلهاش، ولكن كاين البيضه الكبيره كاين المتوسطه كاين الصغيره. نتوما شوفوا عينكم ميزانكم، اللي مولفه كدير الحلوه راه الراسه غتبان لها يعني متلوقه وكتلصق، تزيد البودره ديال اللوز. البنات اللي مبتدئات عاد في الحلوه تبقى كتزيد حتى ما تبقاش تلصق لها في يدها وصافي. المهم دابا غندخلها الفران 180 درجه بالمروحه، شعل الفوق والتحت 10 دقائق. ياك شعل الفوق ولا تحت؟ دات لها غير الفرفاره صافي، اللي ما عندوش الفرفاره يديرها غير من التحت، يديرها غير من التحت من التحت باش ما يتهز. صافي دابا غادي ندخلها للفران ونتلاقاو تشوفوها كيفاش غادي. المشكلات اللي صايبتهم في بلاطو هادو هما اللي قلت لكم انا راه كنجي من فرنسا يعني باش نكوموندي عليها، يعني البلاط ديال اونفيرس بروكسل النواحي غير كوموندي. بصراحه ما غادي تقول لي شكرا لطيفه، كتصايبوا زوين بزاف. هذا شكل جديد باللوز معمر بالبخاليني ديال البندق، هادي ديال التمر، وهادي رخامه ولكن بشكل جديد. هادي ما كنظنش انني شفتها من قبل كاع، هادي اول مره، معمرني ما شفت بهذا الشكل. هادي الرخامه بحال هكا، هي الداخل بحال الرخامه ولا الزليجه كل واحد شنو كيسميها. ودرت لها الشيكولا بيضه، كعب غزال عندها فن كيحمق صراحه، ماشي حيت راني عندها ولا، ولكن شهادة لله داكشي عندها زوين بزاف. هادي دقتها عندها، هادي ديال بحال الباطو ولا شنو نقولوا لها، زوينه فتيه، وهاد الشيء معسل، وهادي خطيره هادي بالزنجلان واللوز كتحمق. المهم ها هما صايبين كما قلت لكم، انا غادي نخلي لكم النمره ديالها واللي بغات تعيط لها. بالنسبه غير لرمضان يعني العام الجاي ان شاء الله، الله يطول ربي في العمر، الواحد يكوموندي قبل حيت كتكون عندها الخدمه بزاف، والسيمانه التاليه د رمضان ما كتقبلش لي كوموند. يعني اللي بغات كوموندي قبل، حتى زلابيه راه كديرها، كاين اللي كيقول زلابيه كاين اللي كيقول الشباكيه، حنا كنقولوا زلابيه، حتى هي راه كتصايبها في رمضان. انا صايبتها العام اللي داز
وديتها معايا صراحه زوينه بزاف. والمقروط حتى هو المقروط الوجدي كديريه معمر ولا غير العادي معمر؟ حتى المقروط راه كتصايب. المهم اللي مهتمه بالحلوه تصوني لها وهي غادي تقول لها وتصيفط لها التصاور، وحتى لي طاقت حتى هما. شنو كتصايبي اخر عاود للناس؟ الحلوه ولا طاقت؟ الحلوه ولا طاقت؟ فوالا ما عرفتش ربما اللي كتصايبي البسطيله ولا باش غير لا. ايوا صافي. المهم غير الحلوه ولي طاقت اتصلوا بها، وهي راه اكيد غادي يكونوا عندها التصاور وتوريكم وتشوفوا نتوما عندك على حسب. ولكن الصراحه شهاده لله شي حاجه زوينه بزاف بزاف، ما غاديش تندم. هذا بلاطو المهم انا نورمالمون كنت البارح غادي نجي عندها ولكن ما ساليتش. هذا صايباته الحنه ياكي، هذا صايباته الحنه زوين بزاف. شوفوا الشكيلات كيفاش داير. المهم غير التصويره هذه راني كنشد من التليفون ديالها. شوفوا الشكيلات كيفاش دايرين زوينين. يعني كل مناسبه راه كتصايب لها الحلوه ديالها اللي خاصه بها. شفتوا هذا فن، هذا عاطي للعين صراحه زوين بزاف. هذه شي حاجه يعني بريستيج، والحاجه اللي عاديه وشويه يعني المهم بين بريستيج وعاديه. هذه بين بريستيج وعاديه. عشرات دقائق كتخرج بحال هذا الشكل، هذا كتجي محمرة بحال هذا الشكل هذا كتجي. هاي حلاتكم يا غي، خليوها تبرد في الصينيه حتى تبرد، ملي تخرجوها من الفران خليوها تبرد مزيان. صافي باينه صافي. نتوما غير ملي تخرجوها من الفران خليوها تبرد مزيان وما تحيدوهاش بيدكم. قلعوها بشي حاجه الا شفتوها لصقات ولا قلعوها بشي حاجه. بالنسبه لهاد الحلوه زوينه سهله مقادير بسيطه وفرمشات وعين تصايبوها اما لدوزات ولا ضيوف الغفله ولا الاعياد، شي حاجه اللي كتحمر الوجه. عطاتكم مقادير والطريقه والسر باش تجيكم زوينه. هذه كانت كوموند ديال واحد العرس، هي كانت صايبات ديال الحنه الداوه وهذا ديال العرس كانت صايبات لهم، وكانت فرصه انني نصور لكم. المهم بالنسبه لي كوموند راه كتاخذ لي كوموند ديال الاعراس ديال الخطبه ديال عيد ميلاد كتصايب لي بوفي. المهم الصور اللي غادي نخليهم لكم غادي تشوفوا بعينيكم الحاجه اللي كتخدمها، زعما شي حاجه متقونه وزوينه وديال تحميره الوجه. اللي بغات اي حاجه تتصل بها تقولها انا من طرف لطيفه اكيد غتصايب معكم في الثمن، وحتى الخدمه ديالها راه ما غاديش تندموا عليها، لان ما غاديش انا نجي ونقول لكم عند هاد السيده هادي ما كتخدمش مزيان ونقول لكم انا راه كتخدم مزيان. لا بالعكس، ما بغيش نتحشم معكم ولا معاها، يعني شي حاجه اللي نقيه وزوينه وانا شتها ودقتها. هذاك الشيء علاش كنقول لكم يعني اللي بغات تتصل بها وبغيه شي خدمه راهي تتوجد كل شيء في الوقت، يعني راه ما غاديش تعطل ولا داكشي عندها متقون بالوقت بداكشي بالتدقيق. وشي حاجه قلت لكم اللي ما غاديش تندموا عليها، يعني لا مذاق ولا كل شيء. دابا بقى لي غير نخليكم مع الصور تشوفوا بعينيكم الخدمه ديالها. بارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده، ما تنساونيش بلايكات تعليق زوينه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في ريوسكم تهلاو صحتكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.